دكتور اشرف صبحي، مساء الخير يا فندم. كابتن سيف مساء الخير وكل سنه وانتم طيبين على حضرتك وعلى المصريين ورمضان كريم. الله اكرم يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب، وبنشكرك دايما يوم بعد يوم، انجازات كتيره، بطولات كتيره، شكل الرياضه مختلف، البطوله الاخيره دي وجودها هنا على ارض مصر في استاد القاهره واسم العاصمه الاداريه داخل المساله، اعتقد ان هو يعني احداث كتيره بتحصل في الفتره الاخيره. والله الحمد لله، يعني انا عايز بس اضم صوتي لصوت حضرتك وابارك لكل الرياضيين المصريين على هذا الانجاز الكبير اللي بيوضح شكل الرياضه المصريه فين، شكل الرياضه المصريه في فارق الميداليات الكبير جدا ما بين مصر وما بين يعني اي دوله ثانيه في افريقيا. احنا يعني بمنسوب تقريبا 3 إلى 4 مرات عدد ميداليات عن اقرب دوله بعدينا. وبعدينا عدد من الدول جنب بعض كده اللي بيطلع ميداليه كل يوم، او ده بيطلع 3 دول يعني كل الاشقاء في افريقيا. دي دوره الالعاب دي دوره كبيره عشان اسهل على كل اللي بيسمع. دوره الالعاب الافريقيه دي زي اللي احنا مصر نظمتها سنه 91 لما يعني الاغنيه الشهيره فيها اغنيه استاذ عمرو دياب افريقيا، يعني عشان افكر الناس بس يعني. فدي اهميه يعني هذا الحدث. والدوره موجوده في غانا، والدوره دي كانت اتاخرت على ان يكون في قرار سواء بالجاهزيه او عدم الجاهزيه التنظيميه يعني في غانا، لكن في فتره صغيره اخذ القرار. والدوره دي اللي بيمتلكها الاتحاد الافريقي السياسي يعني الحق بتاعها، ومعاها اتحاد اللجان الاولمبيه ومعاها اتحاد الكونفدرالات الافريقيه، 3 هيئات ومنظمات كبيره. فالحمد لله احنا يعني كنا جاهزين واولادنا راحوا، لكن المحك الكبير جدا للدوره دي ان بيقول التخطيط الفتره اللي فاتت دي للرياضه المصريه في كل الالعاب شكله بقى عامل ازاي، حتى في الالعاب الجماعيه زي الكره الطائره وبنبارك لهم، وطبعا كره اليد. وكره اليد في عندنا منتخبين، في منتخب الكبير بيلعب في دوره كبيره في فرنسا ويعني مع فرق كبيره، و 2004 وده تخطيط لفريق ثاني طالع مطعم ببعض اللاعبين الكبار، والحمد لله يعني على قدم الوثاق زي ما بيقولوا في الدوره. لكن احنا النهارده 155 ميداليه، والدوره اللي شغاله ده رقم كبير من ابطالنا، وابطالنا يعني بيروحوا يلعبوا. وفي بعض الاتحادات او بعض الرياضات زي المصارعه لعبوا وجم بيلعبوا تاني هنا بطوله افريقيا اللي انا رحتها النهارده في برج العرب، والحمد لله التفوق عالي جدا، والمشروع القومي للمواهب والناشئين مطلع اولادنا ابطال من ذهب. الحمد لله الرياضه المصريه يعني التفوق والتطوير في منظومه منسوبه كده مع بعض، سواء الوزاره، الاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه في الدورات المجمعه، ودور الانديه في عمليه التفريغ، سواء الانديه اللي بقت شركات وقطاع خاص، وده تطوير مهم جدا جدا لازم نشكرهم، ويعني القواعد اللي بيعملوها لينا، او الانديه العامه ودورها في ظل يعني مناخ فيه تحدي اقتصادي كبير جدا جدا جدا، لكن زي ما خرجنا من كورونا والرياضه المصريه تفوقت، الضيق الاقتصادي سواء الاحداث العالميه في الحرب الاوروبيه او احداث غزه، لكن الرياضه المصريه بتخترق طريقها الحمد لله بمنظور ومفهوم وطني كبير جدا. وعلى فكره معظم رياضينا بيلعبوا هم مصريين، يعني ربنا يوفقهم والف مبروك، ودي بروفا ومحك غير التفوق الافريقي، علشان يعني كلنا كده نشوف ونتمتع بالرياضه المصريه في تطويرها الكبير جدا اللي بفتخر بهذا الموضوع، بالدعم الكبير جدا من القياده السياسيه الحقيقه، فخامة الرئيس ودور الحكومه المصريه ان احنا نحافظ على مستوياتنا وادائنا، علشان بنستعد لحدث كبير جدا في شهر 7 اللي جاي. احنا يعني قربنا نخلص شهر 3، يعني فاضل تقريبا 3 شهور ونكون البعثات بتسافر للدوره الاولمبيه باريس 2024. طبعا انا بضم صوتي لصوت حضرتك، وبقف عند نقطه حضرتك قلتها
وجود القيادة السياسية والسيد الرئيس ومؤسسات الدولة المصرية والمساعدة الكبيرة في الاستثمار الرياضي الموجود حاليا، ودور حضرتك الكبير جدا فيه اللي خلى الاستثمار الرياضي الخاص يتخطى المليارات، وخلى شركات كبيرة جدا تروح لهذا الشأن، لأن أصبح النهاردة صناعة مربحة وده ما كانش موجود. أنا كان لازم أقول النقطة دي لأن حق حضراتكم وحق الدولة المصرية ومؤسساتها وحضرتك، لأن ده ما كانش موجود غير بسرعة الإدارة الموجودة حاليا. بص يا كابتن سيف، وانت يعني واحد من الناس اللي بعتز بيها على المستوى الشخصي جدا، يعني مش عشان بكلم حضرتك لادوار كتير مش ضروري نقولها على الهوا يعني طبعا لكن عايز اقول ان هي دايما طريقه التفكير، يعني طريقه التفكير الرياضه المصريه بطريقه تفكير الدوله المصريه في الجمهوريه الجديده، صح. هي التطوير والتفكير طويل المدى والاهتمام باولادنا، ونكون دايما باصين لنفسنا كده بمحك كبير. احنا اطلقنا العنان من بدري من 2018 ان القطاع الخاص لازم يكون ليه دور، وقطاعات الدوله تكون موجوده ريجوليتور تحمي هذا التطوير وتشركه معاها. عشان كده يعني سهلنا اشتراك او عمل الشركات بشكل كبير، ادارنا مفهوم اقتصادي، الدور الاجتماعي لم نغفل عنه. وبالتالي يعني محاكات الاستثمار اللي دخلت في الرياضه، ما فيش دلوقتي شركه تطوير عقاري الا لما عملت شركه خدمات رياضيه بداخلها، صح. للملاعب اللي موجوده، صح. ما فيش او المستثمرين الكبار اللي موجودين شافوا ان الرياضه ليها عوائد استثماريه وكمان مفهوم وطني، ويشوف كده يعني ولادنا الابطال اللي موجودين. ده تحقق واحنا وراه وبيتحقق، زائد برامج الرعايه اللي موجوده اللي سواء فيها كوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي او مشاركه مجتمعيه او رعايه محترفه. حطينا ده على ده، اصبح يعني يمكن كل لاعب بقى مؤسسه ومعاه نظام بيضمن له اجزاء من الدخل. وشفنا في خلطه الرئيس التوجيهي في حكايه وطن اتكلم على يعني نخلي بالنا من ولادنا، وده الحقيقه احنا بنبذل خساره جهد كبير جدا لهذا المفهوم. طبعا. انا سعيد جدا بنتائجنا في دوره الالعاب الافريقيه. احنا يعني الاعلام مهم جدا جدا. الاعلام مفتوح سواء مواقع سواء مكتوب توك شو. احيانا يعني نسمع بنقول ان مثلا مباراه كوره اثرت وتقول ده احنا عايزين نطور الرياضه المصريه. لا، الرياضه المصريه لها منهج علمي قوي جدا، إدارة مؤسسات وليست فرد، سيستم بنحاول نخليه يستمر يمشي كده 2028 و2032، سواء باستضافتنا للأحداث الرياضية الكبيرة اللي أدت إن بقى عندنا قوة ناعمة كبيرة، بقى عندنا ثقة في الاتحادات الدولية في مصر، المنشآت، نظام إداري، نظام حكومي معتدل مع الناس دي كلها، بجزء من العلاقات الطيبة اللي بقت موجودة مع رؤساء الاتحادات الدولية. هذه الثقة خلت كمان مسؤولينا يدخلوا الاتحادات. هو كان امتى عندنا نواب رؤساء الاتحادات الدولية في رياضات كتيرة جدا ساعدت على ان مصر تكون في وضعها الطبيعي، ودي القوة الناعمة اللي بتشتغل بيها. صح. احنا بقى عندنا نائب رئيس اتحاد دولي في السلاح، نائب رئيس اتحاد دولي في الخماسي الحديث، نائب رئيس اتحاد دولي في الكونفو، واعضاء اتحادات دوليه، اتحاد كبيره زي واحده من ام الالعاب زي ما بيسموها السباحه، وفيها يعني عضو اتحاد دولي، وطبعا رئيس اللجنه الاولمبيه. احنا بقى عندنا يعني كتير جدا من القطاعات الحمد لله شكلها اختلفت وبنبني. النهارده كابتن سيف كنت في زياره البحيره افتتاحات، لكن شفت جزء واحد من مشروع قومي للموهبه والناشئين، شفت ابطالنا شكلهم ازاي، يعني بعد تقريبا 6 سنين من بناء مشروع الابطال، يعني حاجه تفرح باجيال مختلفه، ابطال جيوش في تنس الطاوله، ده في محافظه واحده بس البحيره النهارده، في المصارعه، في التايكوندو، في الجودو، في العاب القوه. الحقيقه بنقرا شكل مصر اللي جاي عامل ازاي في الرياضه. والنهارده لقيت 3 من البنات وبناتنا في المشروع القومي معلقين ذهب افريقي.
وموجودين في مركز شباب الحرية أو مركز شباب. المراكز اللي أنا زرتها النهاردة حاجة يعني تفرح وتطمننا على شكل المستقبل في الرياضات الفردية أو حتى الجماعية شكله عامل إزاي. إحنا بنهنيهم ونقول الإعلام شجع ولادنا دلوقتي على النتائج الكبيرة في أفريقيا، دعم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، لجنة أولمبية، اتحادات، أندية بقطاعاتها المختلفة. وقول لهم كمان شد حيلكم لأن دي صورة مصر، شد حيلكم في الدورة الأولمبية اللي جاية. وده الحقيقة اللي احنا بنشوفه من الشركة المحترمة الوطنية المتحدة أو القنوات المختلفة اللي موجودة الحقيقة اللي بتشاركنا باستمرار. احنا كل يومين ثلاثة بيكون في بعثة جاية من غانا أبطال محملين بالذهب، بنلاقي الوزارة في استقبالهم، ليهم التقدير الكبير اللي موجود، بتقول لأولادها وأولاد مصر يعني انتوا شاركتوا في انجاز كبير لمصر، واللي بيشارك في الانجاز الكبير وفي رفعة علم مصر ولائها وانتمائها من خلال الرياضة احنا بنقول له الف شكر. طبعا يا فندم، وبنبارك لهم وبنوجه الشكر ليهم ولكل مؤسسات الدولة المصرية زي ما حضرتك قلت. ملف يا فندم اخر مهم وهو ملف محمد صلاح، كل الناس عارفة ان الوحيد اللي تواصل مع محمد صلاح هو حضرتك، وكل الناس عايزة تطمن على هذه المسألة، يعني هل صلاح في خلاف مع الجهاز الفني المنتخب هيكون موجود في شهر 6 الجاي، الأمور على ما يرام، ممكن حضرتك بس تطمن الناس؟ لا والله احنا طمننا، هي يعني الفترة الأولانية هو فعلا يعني مع تغييرات والمنتخب الحقيقة يعني تدخلت في هذه العلاقة وتواصلت مع كابتن صلاح، هو قال زي ما انا قلت انا عندي لسه ورم وهبقى في تدرج في الذكور في الفتره ديت، شايف ان انا اكمل مع العلاج بتاعي والجهاز والتدرج وان شاء الله يكون الفتره القادمه في 6 موجود. الحقيقه يعني انا كمان مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم نقلت هذا الموضوع وحصل تفاهم تام وربنا يوفقه، واحنا يعني مصر بخير ومحترفيننا يعني احنا شايفينهم وكلهم بالتوفيق، والمعسكر مع المحليين يمكن انا هزورهم ان شاء الله يوم 19 وبكره هزور المنتخب الاولمبي عشان استعداداته. فخلاص السيستم مشي، يعني خلاص التراك مشي والسيستم مشي، واحنا لازم كلنا مع الاعلام نفكر ونشوف يعني لو بنتكلم في مجال الكوره المنتخبات بتاعتنا اعدادها شكلها، احنا دورنا زي ما دايما بقول نوفر المناخ الجيد لاتحاد الكوره يساعد في تنفيذ هذا المناخ الجيد. جهاز فني دلوقتي خلاص جهاز فني عارف، فني واداري عارف وفاهم وايده موجوده من زمان في الملعب، فالسيستم مشي خلاص بقى نسيبه يمشي كده، وان شاء الله رب العالمين في شهر 6 نشوف المباراة كل المنتخبات يعني او المنتخب موجود، ويا رب المنتخب الاولمبي كمان يعني نأمل ان هو يكون الدورة دي بقى يجيب لنا ميدالية ان شاء الله. ما يخص يا فندم احمد رفعت، وعارف ان حضرتك زرته، لو حضرتك ممكن تطمننا بس عليه. طبعا انا يعني دايما عينينا على كل اولادنا وكل الرياضيين. الحقيقة انا زي ما اتكلمت كده بشكر دكتور وليد دعبس الحقيقة لقيامه بالدور كمسؤول ورئيس نادي، والنهارده كمان الحقيقة يعني محمد بيم صلحي رئيس نادي الاتحاد دايما كده بنلاقيه في الشأن الرياضي لو في مشكلة أو في موضوع، سياما في اسكندرية وليه دور معانا في حاجات كتير. الحقيقة النهارده كنت سعيد جدا يعني وهو موجود مع طبعا مديرية الشباب والرياضة، لكن احنا على الفور في الفترة الأولانية على طول أول ما حدث هذا الموضوع وتأكدنا الشكل والموضوع والمضمون ل يعني دور الجهاز الطبي في نادي فيوتشر والعلاج في الملعب ودور الإسعاف السريع، وكل الشكر لهيئة الإسعاف ومعالي وزير الصحة ووزارة الصحة. كمان تواصلنا من خلال معالي وزير التعليم العالي والدكتور كونسو رئيس جامعة الإسكندرية، بعت أساتذة متخصصين لي يعني القلب في اون تايم زي ما بيقولوا. النهارده رحت الاحياء في مستشفى زمزم باسكندريه وهي اقرب مستشفى جنب الاستاد وقت حدوث الشيء، وده يعني الهام سريع. اللاعب احمد رفعت
يعني علميا القلب لما يتوقف 3 دقائق دقيقتين، لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى مع انه يعني هو رياضي وربنا كرمه الحقيقه مع اسلوب الانعاش سي بي ار او الانعاش القلب اللي حصل سواء في الملعب او في الاسعاف بالشوك كهربائي او المستشفى، الحقيقه كان ليه دور كبير جدا. لكن النهارده الدكاتره بيقولوا ساعتين ان القلب يتوقف ثم العوده، ده اعجاز من عند ربنا سبحانه وتعالى وكمان موقف طبي مشرف. النهارده مع يعني التواجد كان موجود معانا عميد كليه الطب واستاذ قلب جامعه الاسكندريه واساتذه متخصصين، كمان استاذ قلب يعني متخصص جدا يعني، وفي وجود الاستاذ محمد صلحي الدكتور محمد صبحي هو من الاساتذه المعروفين مع اكثر من تخصص، وكل الشكر والتقدير لمستشفى زمزم. يعني الحقيقه كل شيء متوفر، يعني بدايه لما بيحصل يعني القلب ده مضخه كده بتضخ دم، التوقف بيأثر على الكلى فلازم يحصل غسيل كلوي. فالجهاز اللي موجود يعني بحكم الاساتذه اللي موجوده ليتست اوف ذا ليتست، يعني احدث ما هو موجود بنظام الفلتره اللي فيه، ف يعني شغال مع يعني ربنا يشفيه الكابتن احمد رفعت يعني. و الاجزاء الاخرى المخ يعني بيحصل المفروض في الحالات اللي زي كده الدم ما بيوصلش دامج، لكن اكدوا لي ان الحمد لله ما فيش حاجه في المخ. يا رب. يبقى منطقه الريسك اللي هي منطقه الصدر، ودي يعني هم كل التوجه والتركيز لاي احتمالات، لكن مش هيعرفوا يعملوا ام ار اي او ينقلوا لاي حته في الوقت الحالي، لكن بدا الاحساس والحراك، وده شيء يعني مهم جدا يطمنا ونطمن. طيب السؤال اللي سالناه، احنا ينفع ننقله في كل مكان داخل مصر لاكبر مكان داخل مصر؟ الحقيقه الكل اجمع لا، يعني بما فيها كمان يعني شفنا يعني والدته وهي موجوده ومتماسكه جدا واخواته والاسره، فلا احنا موجودين لغايه لما يكمل استقرارنا وبعد كده نشوف الخطوه التاليه ايه. ان شاء الله ربنا يطمننا عليه. الطف كامل موجود. الحاله يعني سؤالي مباشر، الفرق ما بين يعني امبارح والنهارده ايه؟ امبارح ده يعني من اول ما بدا الموضوع لا في تحسن، ده طمنا، وان شاء الله كل العنايه والتركيز، واحنا باستمرار يعني بنسال وبنشوف زي اي رياضي الحقيقه بتحصل حاجه لينا دور ان احنا نطمن ونشوف السيستم نفسه او النظام عامل ازاي. ربنا يا رب يشفيه ونطمن عليه، وهنفضل متابعين يعني زي ما تابعنا من اليوم الاولاني، هنفضل متابعين باستمرار على طول. وبوجه الشكر الحقيقه مسؤولين نادي فيوتشر كانوا موجودين النهارده يعني ايضا، ف يعني شكل مصر الجديده في كل حاجه في العنايه والرعايه باولادها كابتن سيف، الحقيقه احساسي انا شخصي يعني اختلف كتير. مصر يا فندم ام الدنيا، وهتفضل ام الدنيا طول عمرها ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين اكيد يعني، ودي ملامحها في كل حاجه وقلوبنا دايما كده يعني، ده المهم تكون مع بعض على بعض. طبعا. وانا الحقيقه بختم مع حضرتك بشكر كبير للمملكه العربيه السعوديه والساده المسؤولين هناك. يعني انا عارف دايما ان في بروتوكول لما يبقى في وزير هناك في مباراه مهمه مع جمهور مع رموز كبيره، فبيبقى في بروتوكول الوزير، ولكن ان كل بني ادم وكل واحد من الجمهور يتعامل على انه ضيف كبير ويتعامل على انه وزير، وحضرتك تطمن على الحاجات دي بنفسك، والناس هناك المسؤولين يشيلوا كل واحد من الجمهور على كفوف الراحه، ده شيء الحقيقه خلانا فخورين جدا 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 بالكره المصريه وبمصر، وبنوجه كل الشكر لحضرتك ولكل المسؤولين في المملكه العربيه السعوديه والمنظمين لهذا اللقاء الرائع. والله كابتن سيف يعني حضرتك بتتكلم برضه في مواضيع يعني مهمه، احنا عندنا منتج الكوره خلاص الدنيا بقت مفتوحه على بعض، بنشوف نهائي سوبر اسباني بقى يتعمل في دوله سواء داخل اوروبا او في دول الخليج، طبعا بنشوف حركه التنقلات اللي موجود خلاص القفله بعد الافتتاح السما في يعني في
هوا مفتوح لكل الناس بحاجات كتير من الاتصال والقنوات التلفزيونية المفتوحة وغيره. فطبعا خلاص يعني المنتج ما بقاش قافل على نفسه بهذا الشكل. طبعا احنا بنشكر كل المسؤولين في المملكة العربية السعودية الحقيقة. المباراة واستضافتها لقطبي الكرة المصرية والعربية كمان اللي احنا يعني منتجنا بقى موجود في كل مكان. كمان يعني اهالينا من المصريين اللي موجودين كان في عينيهم الفرحة كبيرة جدا. طبعا لان اللي في الغربة ده لما بيشوف يعني مصر عنده يحس احساس كبير جدا ورقبته بتبقى في السماء. ده غير الجانب الاقتصادي اللي موجود والعوائد اللي موجودة من هذا الموضوع. وعلى فكرة السوبر السعودي هتعمل في الامارات وبعد كده في اليابان يا فندم وبعد كده في اليابان. فبالتالي احنا اللي مش هيتحرك هيقف مكانه اكيد، ولما هيقف مكانه الاخر هيروح في حته ثانيه بعيد اكيد. فاحنا بنتحرك باوبن مايند مفتوح، مفيش حساسيه، لكن المهم ننجز عملنا باحترافيه ويؤدى بشكل جيد يليق باسم وموضوع ومضمون مصر. ونشكر الناس يعني اللي بينقد او كذا من حقك تنقد ومن حقنا ان احنا نشتغل. وفي نفس الوقت المؤسسات كلها المصريه لازم يعني تبقى عارفه مفيش حد يعني سايب نفسه كده، لا احنا في دوله وفي مؤسسات. هو انا عايز اقول لحضرتك بس، هو اللي عايز ينقد من حقه ينقد، ولكن احنا من حقنا كشهود عيان في المساله، في وجود حضرتك منشور تركي الشيخ، الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المتحده للرياضه، الناس ازاي نظمت هناك وازاي الجمهور كان سعيد وازاي الجمهور متشال على كفوف الراحه. دي رساله لازم برضو من دورنا ننقلها للناس عشان نعرفهم المنتج او الجماهير المصريه والمنتج المصري والشخص المصري بيتعامل ازاي في هذا الحدث او في الحته دي. وده شيء الحقيقه بيدعو بشكل كبير جدا للفخر، ومن هنا بنشكر. انا يعني معاك بالظبط، لان يعني احنا بقى عندنا مؤسسه يعني احترافيه قطاع خاص وطني زي المتحده للرياضه. بشكر يعني الاستاذ محمد يحيى وكل زمايله الاستاذ عمرو الشيخ، كل المجموعه الحقيقه اللي اقدر عليها، الاستاذ اسامه الشيخ، الوزير اشرف سلمان، كلهم كانوا الاستاذ كلهم على ايد يعني واحده كده مع وزاره موجوده، والوزاره تقدر هي تعمل هذا التنسيق التام الحمد لله. فهم دول كانوا موجودين هناك بيديروا، ما كناش في غربه يعني. وبشكر كمان يعني الوزير تركي الشيخ الحقيقه، لي ايضا يعني هنقول فرحان بالمنتج المصري اللي موجود، والسلطات في السعوديه الحقيقه يعني كانوا بيتعاملوا مع يعني بلدهم، واحنا في نفس الوقت حسينا ان احنا في بلدنا. والموضوع يعني اديه باحتراف شديد جدا. كمان ان شاء الله يعني احنا عندنا كابتن حسام وكابتن ابراهيم، دايما التوأم ما بنقدرش نقول واحد بس يعني، كابتن حسام وكابتن ابراهيم دول ناس عظيمه جدا وناس ليها خبراتها كبيره جدا. يمكن في فتره مبكره لما يعني بتكلم الاستاذ جمال علام قال مع المتحده اللي بتنظم دلوقتي الاحداث بتاعتنا، يعني قالوا ان في احتمال يكون في بطوله في شهر 3، ده لسه كان الكابتن بيقول. فوالله يعني كان ممكن يبقى في وجهه نظر، انا عزمت عليهم كده بالكلام يعني، كابتن حسام انت لسه بتتولى، فممكن يبقى في يعني ريسك في بطولات او فرق كبيره وانت لسه يعني بتؤدي دورك، فيعني ممكن تعتذر. انا الحقيقه بقولها كده يعني بعزم يعني، لقيت الكابتن حسام قال لي لا بالعكس احنا يعني ما نقلقش على النتيجه، لكن اللقاءات دي ما نفوتهاش وما نسيبهاش. الحقيقه مع الدور الكبير المحترف للمتحده يعني بدأنا نمشي الخطوات، وبعدين ايا كان الظروف او الوضع مع اتحاد الكوره خلاص احنا هنعمل البطولات دي او الدوري في مصر. طب هقول لك على حاجه جديده، الاتحاد الدولي، شوف احنا ده التخطيط، شرع هذه اللقاءات الوديه وحطها تحت مظله الفيفا، وهيتعمل عليها زي نقاط دعم للمنتخبات اللي بتعمل. طب حضرتك تسمح لي اقول لحضرتك انا مفاجاه ثانيه، يا ريت تسمح. محمد يحيى وسيف الوزيري في رعايه هذه البطوله بيعرضوا على الشركات وبيسيبوا الشركات 30 دقيقه، يعني بعرض على حضرتك انك تبقى راعي، بترجع لي بعد 30 دقيقه بتقول لي انا معاك، بقول لك الرعايه راحت.
هشوف لك حاجة تانية، بترجع لي بعد ساعة بقول لك الرعاية الحاجة التانية راحت. أنا الكلام ده شاهد عيان عليه، يعني المنتج ده حضرتك طار خلاص في السماء، ودي مش أول مرة هما بيعملوا كده. ماتش الكاس كده برضو هتاخد كده، بعد ساعة الأوفر راح، معنى كده إن الصناعة دي عليها تنافس شديد جدا. إحنا بنبني ومن خلال منتجاتنا المصرية اللي هي كلها ميد إن إيجيبت بنسميها كده، بنعمل براندنج، بنعمل إعادة البراندنج، بلاش إن إحنا بنعمل إعادة العلامة التجارية لاسم وشكل مضمون الكرة المصرية، عشان الرياضة المصرية إحنا كل حاجة ليها حاجة يعني. فبالتالي كلام حضرتك مظبوط جدا، إحنا بنزيد قوة وقيمة يعني الصناعة نفسها. وبالتالي لما نقول ما هو في رابطه بتدير الانديه، والانديه يعني في عالم مفتوح للاحتراف والشغل بتاعهم، وفي الاخر احنا كنا نفتقد هذا الموضوع، ازاي ننظم ده؟ ازاي نبرزه في الاعلام بتاعنا بهذا الشكل؟ وبالتالي احنا يعني في اجتماع بكره ان شاء الله، يعني هيكون كده اتحاد الكوره والمتحده ويعني ان شاء الله يعني حد من المنتخب وكمان شركة العاصمة، اللي بنشكر المهندس خالد عباس وشركة العاصمة من البداية في رعايتها للرياضة وفي أكتر من نشاط معانا زي ما شفنا في ماراثون زايد وبعض الأحداث، وكمان لمنتخب الكورة إن احنا يعني الفكرة إزاي نكون جنبه وندعمه يعني. فهيبقى في اجتماع كده علشان نشوف هنعمل إيه. يعني كاس العاصمة مصر ده هيكون يعني شكل يكرر باستمرار ان شاء الله. اكيد بكره هنناقش حاجات كتيره، ايه اللي هيكون في العاصمه الاداريه والفرق تكون موجود فين. هو فندم الكاس البطوله بقى اسمه كاس عاصمه مصر، كاس عاصمه مصر. ايوه، وان شاء الله يكرر ويعني يتحط له سيت اب كده كامل زي ما قلت لحضرتك، المنظومه بقت كلها محترفه طبعا. واحنا كوزاره ووزير بيتعامل على ازاي الاداء يبقى كل واحد في دوره باحترافيه عشان يكون في هدف، والهدف ده دايما بنقول يليق بشكل ومضمون الجمهوريه الجديده والدوله المصريه وبمنشاتها. صح. ويعني دعم برؤيه، يعني دعم كده برؤيه باحتراف. صح. كمان الحقيقه من فخامه الرئيس، وبالتالي ويعني عند الحكومة المصرية اللي بمثلها. وبالتالي احنا هنكرر ده كتير، زي ما يعني لو حضرتك يبقى عندك لقطات من بطولة افريقيا المصارعة برج العرب، صالة كبيرة النهاردة، الاتحاد الدولي ممثل مع الاتحاد الافريقي بيقول احنا بننقله مباشر من خلال الاتحاد الدولي. الناس بتقول البطولة دي فين؟ مش ممكن تكون في افريقيا. انا بتكلم على السيت اب وشكل الصالة لنموذج يعني، وده هينقل بشكل اخر لما هنشوف شكل وتنظيم، سواء يعني على حسب بقى ما هيكون ايه اللي في استاد العاصمه، اللي هو لسه ما زال تحت التجريب للمدينه الرياضيه، لكن ده في تحت تجريبي بنجربه، او اللي هيكون في استاد القاهره ده ما يتم الاتفاق عليه، لكن الاغلبيه العظمى هتكون في العاصمه، او الوفود دي لما تيجي هتسكن في فنادق العاصمه، عاصمه مصر. وطبعا يعني هيتم التنصير، فده يعني منتج بيدار عندنا في مصر، منتج بنشترك فيه بره مصر. ولما نيجي نتكلم يعني خلاص، احنا منتخب كرويشيا ده فيه ناس عظيمه موجوده ومحترفين كبار يعني، وبقيه الفرق الاربعه ان شاء الله يعني دي بدايات لشكل المنتج المصري وترويجه، زي ما احنا يعني بنشوف كده شكل الشاشه الجميله اللي موجوده، كمان شكل النقل التلفزيوني اللي بيتطور وهيتطور. ان شاء الله احنا مشاركين مع حضرتك في يكون في مبادره لدخول الجماهير بشكل تنظيمي الفترات الجايه او يعني وماذا بعد. وده كله ده دورنا يعني، الناس تبقى عارفه ده دور الحكومه ودور الوزاره، دور المؤسسات. دايما بقول كل مؤسسة يعني بتبقى في إدارتها بجماهيرها، وإحنا دور تنظيمي رقابي، وزارة الشباب والرياضة دورها رقابي على كل المؤسسات إن شاء الله اللي موجودة إن شاء الله فندم. كل سواء أندية طبعا بناخد بإيدها، الدور الرقابة هنا بناخد بإيدها، بس برضو
يعني عينينا مركزة وشايفين الأداء ودورنا الرقابي الجيد اللي بيساعد على التطوير. بشكرك يا فندم وأسف جدا على الإطالة، وبتشرف بوجود حضرتك دايما معانا، وبالتوفيق لحضرتك وبالتوفيق للرياضة المصرية والدولة المصرية في القادم. شكرا يا كابتن سيف، وكل سنة ومصر كلها بخير، ونتفرج كده على الرياضة. وتاني شجعوا أولادكم رياضيين مصر دورة الألعاب الأفريقية، احنا عاملين طفرة كبيرة جدا، ونقول لهم استعدوا لباريس 2024 إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله. شكرا. بشكرك سيادة الوزير، بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.